جنوبيون مطرودين من جنتهم على ضفاف النيل أثناء بناء السد العالي، وعدهم جمال عبد الناصر بالعودة عند استقرار منسوب المياه بعد 10 سنوات من بناء السد. لكن السنوات العشر امتدت لعشرات السنين، مات خلالها الأجداد والآباء، ولا يزال الأحفاد وأبناؤهم في رحلة طويلة من الألم والمرارة والأمل في التعويض. أمل يتضاءل يوما بعد يوم على الرغم من تعهدات الحكومة. نناقش اليوم في موضوعنا الرئيس حقوق النوبيين ووعود الحكومة المصرية بتعويضهم، وندعوكم مشاهدينا لمشاركتنا الحوار على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. في شباك الفنون نتعرف على الفيلم الأخير للمخرجة العراقية إيمان خضير عاملات الطابوق، فيلم يرسم صورة قاتمة عن عراقيات بلا مأوى يعملن في مجال البناء. غيب الموت الفنان الفلسطيني كمال بلاطة في برلين، وكان يحلم أن يدفن في القدس. نفتح شباك الثقافة على هذا الخبر المؤسف وعلى فن بلاطة الذي وصل إلى العالمية. كل هذا بالإضافة إلى فقراتنا الأخرى من صحة ودنيا وفقرة أنا العربية التي نتعرف فيها على فيلم جديد من إنتاجنا، فتابعونا. نبدأ الحلقة بصورة اليوم من النرويج، حيث مثل مهاجم مسجد النور في أوسلو اليوم أمام المحكمة مبتسما بعد إلقاء القبض عليه يوم السبت أثناء محاولته شن هجوم إرهابي على مسجد النور. وأفادت المحامية بأن موكلها سوف يستخدم حقه في عدم الحديث خلال جلسة الاستماع في الوقت الراهن. أما فيديو اليوم فيأتينا من هونغ كونغ، حيث ألغيت جميع الرحلات اليوم في المطار الذي يعد من أنشط المطارات في العالم على إثر دخول آلاف المتظاهرين قاعة الوصول للتنديد بعنف الشرطة ضد المتظاهرين، ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها هونغ كونغ ليست آمنة وعار على الشرطة، بعد أن كانت الشرطة قد أطلقت الغاز المسيل للدموع داخل محطات المترو والشوارع التجارية المكتظة خلال مواجهات مع متظاهرين نهاية الأسبوع الماضي. وفي مثل هذا اليوم من عام 1981 أطلقت شركة IBM أول حاسوب للاستخدام الشخصي، وبيع منه أكثر من 200 ألف جهاز في عامه الأول. واستطاع هذا الحاسوب أن يغير شكل الصناعة بأكملها ليتحول من جهاز للهواة إلى صناعة تدر مليارات الدولارات سنويا. واستخدمت IBM معالج انتل رقم 8088 الدقيق الذي ساهم في نمو العلامة التجارية وتوسعها. طالبت 8 منظمات حقوقية السلطات المصرية باحترام التزاماتها الدستورية المنصوص عليها في المادة 236 التي تقضي جميعها بتمكين النوبيين من العودة إلى أراضيهم الأصلية وتنميتها خلال الفترة التي حددها الدستور ب10 سنوات. مضى ما يزيد عن نصفها وعدم الالتفاف على تلك الحقوق عبر آليات التعويض المختلفة، مشيرة إلى أن تعويض النوبيين بسكن أو أموال أو أراض بديلة لا يعد بديلا عن حق التوطين، والذي لا يمثل فقط التزاما دستوريا وإنما جزءا أصيلا من تراثهم وهويتهم وثمرة نضالهم سنوات من أجل انتزاع حق الاعتراف بهم وبمعاناتهم وتهجيرهم. هنا في مكان غير بعيد عن السد العالي في أسوان تبدو قرية غرب سهيل في أبهى صورها سياحيا، وعلى بعد عشرات الكيلومترات من ذلك المشهد
تظهر حقيقة ما تخفيه هذه المساكن الفارغة في قرية عنيبة، فهنا نجد من يطالب بحقوق فقدها قبل عقود. اللي شايفينه متأكدين منه تماما ان دي حرب على الهوية النوبية بمعنى الكلمة، يعني مش ما بندعهاش او بنتجنى على يعني على 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 الحكومات المصرية لما نقول الكلام ده، ما بنتجناش، لا دي الحقيقة اللي خلصنا منها، ان دي حرب على الهوية النوبية. في كل زاوية من زوايا هذه القرية الفقيرة ثمة من يناشد السلطات المصرية بإعادة النوبيين إلى أراضيهم. البلد ما مش سهلة، يعني ما فيش جديد، هو من ساعة الهجرة من سنة 64 بيقولوا هيرجعهم تاني، ما فيش أي جديد لحد الوقت، كل رئيس بيجي بيقول الكلام ده ما حدش بينفذ. منذ عقود يطالب أبناء النوبة باسترداد قراهم، يطالبون بتطبيق تشريعات دستورية بهذا الخصوص آخرها أقرت العام الماضي، يطالبون بذلك لكن دون جدوى. أما تم تهجيرنا عن طريق عبد الناصر، نحن الهوية بتاعتنا نيلية نهرية مائية، أما نيجي ننتزع من مكاننا ونترمي في صحراء يبقى أنت كده ده هولوكوست ثقافي، انت كده بتعدم شعب. يتهم أبناء النوبة إذن السلطات المصرية المتعاقبة بشن حرب إبادة بحقهم، حرب يقولون إنها بدأت حتى قبل تهجيرهم في زمن جمال عبد الناصر لبناء السد العالي. وجع هؤلاء النوبيين يبدو كبيرا، وكل ما يريدونه هو استعادة أرض أجدادهم المسلوبة منهم. يحلمون بعودتهم إلى أرض الماء والخضرة التي صدرتها السلطات ولا تزال. ولنناقش هذا الموضوع ينضم إلينا عبر سكايب من أوكسفورد الدكتور تامر سالم، الأستاذ ورئيس المجلس النوبي في بريطانيا، وأيضا ينضم إلينا من اسطنبول مصطفى عزب المدير الإقليمي للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا. مساء الخير وأهلا بكما. أبدأ معك دكتور تامر، إذا الموضوع يعني هذه المأساة ليست جديدة وليست وليدة فقط عهد السيسي المليء طبعا بالفساد وبإهمال الأقليات وإهمال أي يعني شريحة مختلفة، خلينا نقول هذا الموضوع قديم، هل هو برأيك قرار سياسي؟ بداية أحييك وأحيي المشاهدين. هو الموضوع ليس وليد اللحظة، يعني هو الموضوع حكومات متعاقبة وتجاهل مستمر لحقوق النوبيين، والنوبيين طبعا يعني عندهم حالة من الإحباط وخيبة الأمل، حاولت السلطات فيما قبل استغلالها يعني كفزعة ان هم عايزين ينفصلوا او ما شابه ذلك، في حين ان هم يعني الناس لا تريد اكثر من حقوقهم، يعني الناس لا تريد اكثر من حقهم كشعب اصلي، وهذا شيء يعني دولي متعارف عليه في الحقوق الدولية وفي الاتفاقيات والتعهدات اللي وقعت مصر عليها كعضو في الأمم المتحدة. فهذه الحقوق هي حقوق ثابتة للشعب الأصلي في جنوب السد العالي في هذه المنطقة، هو أهل النوبة اللي هم يعني بعد ما هجروا وتحملوا هذه المصاعب من أجل أن تنعم مصر بالكهرباء والماء وبناء السد العالي، وأن مصر تقفز هذه القفزة يعني على الوعود التي وعدها عبد الناصر للشعب المصري في هذا الوقت، وعدها للنوبيين في نفس الوقت أن هم سيتم تعويضهم وسيتم أن هم سينتقلوا إلى أماكن أفضل منها، في حين نعم. لكن برأيك هذا الإهمال دكتور، هذا الإهمال المتعاقب خلينا نقول على حكومات من قبل حكومات متعاقبة، هل هو قرار سياسي أم هو فقط برأيك بسبب الإهمال، بسبب الفساد، بسبب ماذا بالضبط؟ هو بسبب أن دائما الحكومات لا تبالي وتريد إعطاء مسكنات سواء بالنسبة للشعب المصري أو بالنسبة لأهل النوبة، فهذا الموضوع مهم جدا. هذا الموضوع يعني إحنا كفصيل وكجزء أصيل من الشعب المصري بنطالب بحقوقنا العادية، إن إحنا نعود إلى أراضينا، وهذا هو حقنا إن إحنا نعود إلى أراضينا التي تم تهجيرنا منها، لا أن يتم تهجيرنا إلى مزيد من الأراضي الصحراوية ويعطانا وعود بمبالغ تعويضات هزيلة بخسة، يعني لا تكاد توفي يعني إن أنت تشتري لابنك يعني شيء موبايل، حتى يعني محافظة أسوان بيقول إحنا هنعوضكم بشقق
وهذه شقه لكل عيله، وعيله فيها احفاد، تخيلي حضرتك نعم. احفاد قد يصل عددهم الى 20 و30، يتم تعويضهم بشقه سكنيه او بمبلغ 25000 او حتى 225000 عشان تقسمهم، فتعويضات بخسه تمام، كما فعل عبد الناصر حينما تم تهجير النوبيين من قبل، قام برضه باعطائهم تعويضات هزيله، وهجروا الى اراضي صحراويه قاحله نعم. حتى لما استصلحتها لم تكن بنفس الكفاءه وبنفس لا تعادل نعم. الاراضي التي تم انتقل منها. نعم دعني انتقل دكتور الى الاستاذ مصطفى. استاذ مصطفى، يعني اعدادهم بالملايين، تعويضات خلينا نقول يعني لا تذكر، من المخجل ان يذكر حجم التعويضات، هجروا من ارضهم. نحن نتحدث هنا ليس فقط عن عمليه تهجير وانما عن اباده ثقافه وهويه لملايين البشر. ما دور المنظمات الدوليه في حالة مأساوية كهذه؟ يعني للأسف الشديد النظام المصري الحالي انتهج بشكل كبير عملية، يعني تمادى بشكل كبير في الإضرار بأهل النوبة. المشكلة الخطيرة في هذا النظام أنه صار بنفس النهج الذي فعله في العديد من الأماكن والأماكن المصرية. في سيناء تمارس ذات الممارسات من جديد، وتهجير أبناء رفح والشيخ زويد وجزيرة الوراق، والعديد من السكان هجروا من مقرهم ومن أماكنهم ومن محيطهم الاجتماعي بسبب نظير مصالح سياسية يستفيد، مصالح اقتصادية عفوا يستفيد منها الجيش المصري. الخطير في موضوع النوبة حديثا أن الجيش المصري أصدر قرارا، أو النظام المصري أصدر قرارا رقم 444 لسنة 2014 باعتبار 16 قرية نوبية هي منشآت عسكرية تابعة لي، أو أرض عسكرية تابعة للجيش المصري. هذا الانتفاع المباشر من الإضرار بالنوبة، وبمثابة إعلان، هذا فكرة إعلان منطقة أنها منطقة عسكرية تابعة لسلطات القوات المسلحة، هذا يعني أن هناك نية من قبل النظام المصري لطمس معالم هذا المكان تماما وإنهاء أي فرصة للنوبيين للرجوع إلى هذه المناطق. وبالمقابل هناك العديد من المماطلات التي قامت بها السلطات المصرية بفكرة التعويضات وتشكيل لجان وما إلى ذلك، وتحديد تعويضات ومزيد من التهجير ومزيد من التوطين في أماكن أخرى، والسلخ من المحيط الاجتماعي كما قلت، وتشتيت أبناء النوبة بهذا الشكل. القرار الآخر الذي هو بذات الخطورة، والقرارين 355 و468 لسنة 2016 الذين صادروا العديد من الأراضي الزراعية النوبية لصالح مشروع المليون فدان. هذه المشكلة الموجودة في مصر واستفادة الجيش اقتصاديا من أراضي النوبة بهذا الشكل يؤكد أن هذا النظام ينتوي بشكل أساسي أولا طمس موضوع النوبة ومخالفة التعهدات الدستورية. النظام الذي وضع الدستور لم يكن أحد يجرؤ على معارضة النظام أن يضع مواد دستورية تتحدث عن إعادة توطين النوبيين في أراضيهم خلال 10 سنوات كما قال الدستور في المادة 236، لكن النظام يوغل في انتهاك القوانين حتى التي وضعها هو بنفسه. تلك المنطقة تحديدا سيد مصطفى يعني لهذا الاستقرار خلينا نقول، أو الاحتلال العسكري، لماذا منطقة النوبيين؟ أولا أثر أولا هذه الأرض هي الأرض الأكثر خصوبة في مصر على الإطلاق. هذه الأرض هي من أغنى الأراضي خصوبة في مصر على الإطلاق، حتى بعد بناء السد العالي. يعني معروف أيضا حجم الخسائر التي يعني منيت بها مناطق محيطة بالسد العالي. صحيح، لكن تظل هذه الأرض هي الأرض الأكثر خصوبة، أيضا تظل هذه المنطقة هي المنطقة الأكثر التي يوجد بها أكبر ثروة سمكية في مصر على الإطلاق. أيضا بحيرة ناصر فيها ثروة سمكية هائلة يمكن لأي مستثمر الاستفادة منها بشكل كبير. وكما قلت النظام المصري ينتهج أن يمارس هذا الاستثمار بنفسه، فكرة إعلان هذه المنطقة منطقة عسكرية. ما الضرر العسكري الذي يمكن أن يكون في مثل هذا المكان، وما المشكلة التي يمكن أن يقنعنا بها النظام المصري في نزع ملكية هؤلاء الأشخاص لصالح المنفعة العامة؟ لا يوجد أي منفعة حقيقية تعود على النفع العام من جراء هذه المنطقة، لكن في الفكرة أنه تمارس هذه المنطقة استغلالا للثروة السمكية الموجودة بها، استغلالا لخصوبة الأراضي. والمشكلة أن الجيش لن يطور هذه المنطقة للنفع العام المصري، لكنه سيطورها لمصالح سياسية ربما توزع هذه المناطق بعد ذلك على اللواءات وعلى المقربين من الجيش. دكتور تامر، يعني الصورة واضحة، إذا الأسباب ويعني كمية خلينا نقول الفساد والقمع الذي تعيشه
مصر بشكل عام، لكن اليوم مرت 5 سنوات، تبقى فقط 5 سنوات على وعود طبعا، إن كان بالتعويضات أو بإعادة التوطين خلينا نقول. ما الذي يمنع الحكومة المصرية اليوم من اتخاذ قرارات جدية لحقن الدماء خلينا نقول؟ والله يعني هو فعلا احنا حصل عندنا مشكله كبيره جدا، ان احنا الحكومه وضعتنا في وضع ان احنا اما ان تقبل هذه الهبه واما ان يضيع حقك، يعني هذا هو الشعور الحالي لدى النوبيين. اما ان انت تقبل هبه او تعويض بخس كما حدث ايام عبد الناصر حينما تم تهجير النوبيين بهذا الشكل القسري، بان اما تقبل هذا التعويض الهدلي اما ليس لك شيء. فهذا للاسف هو الموقف الحالي. في حين ان في ماده في الدستور اللي هي الماده 236 لابد ان هي تفعل، وده كان الوعد اللي على اساسه شكلت حمله تأييد للرئيس الحالي اللي هو الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد لما وعد النوبيين بالدستور والماده 236 ان هو هيرجعوا وان هي هيتم انشاء قانون اللي هو تنميه النوبه. هذا القانون تم وقفه، ورئيس مجلس النواب علي عبد العال تعمد ان هو لا يناقش هذا القانون مع انه موجود في الدستور ان في قانون هينظم عوده النوبيين. وهذا الوعد اللي تم على اساسه ان النوبيين عملوا حمله اسمها حمله ايولز لتأييد السيسي، ولكن للاسف هو ما حدث الان هم نقص بالوعود، والدوله تريد ان تتنصل من هذه الوعود. اذا كانت فقط لكسب اصواتهم، فقط لكسب اصواتهم في هذا الوقت تمام، والسيطرة تماما وإحكام قبضة السلطة طبعا على البلاد. في حين بعد ذلك حينما جينا وسألنا طب فين هذه الوعود، لقينا لا شيء، حتى تم إدخال النوبة ده من هيئة تنمية الصعيد، وده طبعا تنصل من الوعد بعودة النوبيين بأن هم يتم إدخالهم كقبيلة أو تحت مجلس شؤون القبائل، أن هم ضمن سائر القبائل. وكان في مشكلة حصلت مع قبيلة اللي هم الهليلة جنبنا، وعرضوا علينا أرض اسمها في منطقة اسمها فطيرة، وهذه المنطقة تخص الجعفرة، وهم ناس لهم كل الاحترام جيراننا في أسوان. فلا نريد أن يتم إدخالنا في هذا الشيء، في أن هي صراعات قبلية أو أن النوبيين يتم إدخالهم في هذا. نعم دكتور، سنتحدث طبعا عن هذه الصراعات وعن تأثير ذلك على النسيج الاجتماعي، لكن نتوقف الآن مع الزميلة دانيا أرشيد ومعلومات أكثر حول مشكلة النوبة، ثم نعود لاستكمال هذا النقاش. تعد بلاد النوبة إقليما من أقاليم حوض النيل، وتمتد بمحاذاة النيل لمسافة نحو 1000 كيلومتر، وهي منطقة تقع في جنوب مصر على طول نهر النيل وفي شمال السودان. وتقع معظم أراضي النوبة في السودان، ولكن حوالي ربع أراضيها في مصر. كان تواجد أهل النوبة على مر العصور يعد جزءا لا يتجزأ من النسيج المصري، ويعد النوبيون من أكبر الأقليات العرقية في مصر، حيث يصل عددهم إلى 4 ملايين شخص وفقا لما أعلنه التحالف المصري للأقليات، لكن عوامل عديدة أفسدت هذا الالتحام على مدى العقود الماضية منذ بدء ما يعرف بالتهجير الرابع، وهذا خلق ما أطلق عليه مشكلة النوبة. وقد عانى النوبيون من التهجير منذ بداية القرن العشرين وتحديدا عام 1902، وعلى فترات متقطعة عندما بدأ المصريون العمل في خزان أسوان لحل مشكلة فيضان نهر النيل، إلا أن التهجير بصورته الكبرى وقع في عام 1963 في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، عندما بدأت الحكومة العمل على بناء السد العالي، حيث تم تهجير نحو 135,000 نوبي من 44 قرية موزعة على مساحة 335 كيلومترا مربعا. وقد ترتب على ذلك أيضا إغراق كثير من المواطن الأصلية للنوبيين، فضلا عن طمس تاريخهم العريق. والحقيقة التاريخية المرة أن النوبيين تم إعادة توطينهم بالقوة في أماكن صحراوية غير ملائمة لا يستطيعون فيها ممارسة نشاطهم الزراعي، وجرت عمليات التهجير في ظروف وصفها من عاصرها باللا إنسانية، والتعويضات كانت ظالمة. وقد ارتفعت أصوات عديدة من جانب النوبيين تدعو إلى تدويل قضيتهم بسبب ما عانوه خلال حملة التهجير التي اضطروا على إثرها
إلى ترك قراهم الغارقة بسبب المشاريع الكبرى التي حلت على أراضيهم، من بينها السد العالي. والجدير بالذكر أن مصر والسودان طالبتا بالمساعدة الدولية حينها لإنقاذ المواقع الأثرية التي هددها بناء السد العالي، إلا أن أهل النوبة لم يهتم لحقوقهم أحد، وبانتزاعهم عن جذورهم بدأ النوبيون يفقدون لغتهم وعاداتهم، واضطر الكثير من شبابهم إلى مغادرة البلاد بحثا عن عمل. ورغم كل ما عانوه، ظل العديد من النوبيين يناضلون من أجل العودة إلى ضفاف بحيرة ناصر القريبة من قراهم الأصلية، باعتبارها الأراضي الأخيرة المتبقية من ممتلكات أجدادهم. ويحتج نشطاء نوبيون على قرار السلطات طرح بعض أراضي منطقتي توشكا وخورقندي اللتين تقعان ضمن أراضي النوبة القديمة للبيع بالمزاد العلني أو حق الانتفاع في إطار مشروع قومي لزراعة 1.5 مليون فدان تم طرحه عام 2016. إذن شكرا للزميلة دانيا. أعود إليك أستاذ مصطفى، كنا نتحدث قبل الفاصل عن تأثير هذه المشكلة على النسيج الاجتماعي، يعني وكما شاهدنا في التقرير هناك أزمة هوية، هناك أزمة هجرة أيضا، فما تأثير ذلك؟ يعني وتأثير جسيم بالتأكيد. فكرة أن يسلخ شخص من محيطه الاجتماعي ثم يوضع ويوطن في مكان آخر، هذا يعني تشتيت الأسرة بشكل كبير. الفكرة الأكثر خطورة في ذلك أنه إذا كان المواطن يعلم جيدا أن تهجيره من موطنه تم برغبات لا تمس الصالح العام وليس اضطراريا وليست في الظروف التي يكفلها القانون، وفي المقابل لا يمنح الحق في الدفاع عن نفسه أو اللجوء إلى القضاء أو الانتصاف القانوني أمام المحاكم المختصة في ذلك، هذا الأمر ينزع من المواطنين اللحمة الاجتماعية واللحمة الوطنية بينهم وبين الدولة. هذه المشكلات باتت موجودة في كثير من الحالات المصرية. كما قلت في سيناء، المواطن السيناوي يتعرض دائما للتنكيل بشكل مستمر في كل كمائن الشرطة، في كل أقسام ومحافل الشرطة، يمنع كذلك من الانتصاف القانوني، يعاملون معاملة أسر الحرب في أوطانهم، يهجرون من أراضيهم ولا يعطوا في المقابل أي مقابل. وكذلك النوبة حين يتم تعريضهم لهذه الأمور وتم وعدهم وعود متتالية على أن يتم حل مشاكلهم، ثم لا يتجاوز الأمر وعود انتخابية إلى أن يصل الأمر إلى وعد انتخابي يصل يسن في الدستور. يعني هذا هو أسمى نص قانوني في الدولة المصرية، حين يتم انتهاك هذا النص وعدم احترام هذا النص، فالدولة المصرية تعطي النوبيين إشارة واضحة أنها لن تحترم القانون فيما يتعلق بشأنهم. وبالتالي دولة لا تحترم القانون وتسلخ مواطن من محيطه الاجتماعي، ما الذي يمكن أن تحصده الدولة من انتماء هذا المواطن لها فيما بذلك؟ بالتأكيد أنه بينهم أكثر الأشخاص انتماء إلى الدولة المصرية، لكن المشكلة أن هذا الأمر هو يفكك اللحمة الوطنية ويفكك الشعور بالانتماء من هذه الأجيال التي تشعر بالمظلومية الشديدة من قبل جراء الأنظمة المتعقبة التي قامت بانتهاك حقها بهذه الصورة، وفي المقابل حين تعدها وعود تكون هذه وعود زائفة. نعم. انتهاء بأن يرى المواطنون النوبيون أن أراضيهم والأماكن التي كانوا ينتظرون العودة إليها تباع بالمزاد العلني في ظل مشاريع استثمارية تقوم بها الدولة المصرية لصالح أشخاص محدودين فيها. نعم دكتور تامر، تحدثت عن خطوة اتخذها النوبيون في السابق أدت إلى تغيير، ما ليس طبعا تغيير جذري ولم تحل المشكلة، لكن هل من خطوة ممكنة اليوم إما للحصول فعلا على تعويضات يستحقونها أو لإعادة توطينهم؟ والله هو إحنا قلنا إذا كان التعويض سيماثل أو سيكافئ ما تركناه، يعني مثلا الحكومة عايزة تعرض علينا تعويض بخصوة 25,000 جنيه للفدان، في حين إن هذا فدان على النيل لا يقل ثمنه الحالي، القيمة الحالية له عن 2 مليون، يعني فدان على النيل ب 2 مليون، في حين ان هم عايزين يعطوا للنوبيين تعويض بخس 25,000 جنيه عن الفدان. وبيوتنا طبعا واراضينا هذه كانت يعني بالنسبه لنا الجنه، يعني هو في ان انت تنتزع هذا الشخص من جذوره، هو ده اللي احنا بنتكلم فيه، واحنا نريد العوده الى جذورنا ونريد العوده الى اماكننا الاصليه اللي هي احنا اخيرا نلنا وعد في الدستور بان احنا سنعود اليها. فاذا بالحكومه تنقص عن هذه الوعود وتحاول التنصل منها باساليب يعني هنقول يعني اساليب ملتويه،
على الالتفاف حول النص القانوني ونص الالتفاف حول الدستور، فالنوبيين حاولوا يتخذوا خطوات ان هم يرفعوا قضايا على قرار رقم 3/4 قرار جمهوري اللي هو بانشاء ان المناطق دي تكون مناطق عسكريه. حتى بعدين لما الان ايضا اعترضنا جمعيه المحامين النوبيين عملت اعتراض لدى الاداريه العليا وطالبت بوقف هذه الاجراءات الحاليه ان يتم التعويض النوبيين بهذه التعويضات البخسه طالما ان هي لم توفي بالماده الدستوريه وبالوعد الدستوري ان احنا سنعود الى هذه الاراضي. فاعود واقول لك هذا حق اصيل للنوبيين واحنا لن نتخلى عن هذا الحق، ودعاوى التدويل احنا معروضه علينا، ولكن احنا الى اخر درجه بنقول ان احنا اصل مصر وان احنا النوبه اكثر حرصا على مصر من النظام ومن الحكومه الحاليه. يعني الانظمه تتبدل وتتغير، ولكن النوبيون باصولهم وبحبهم لمصر وبانهم اصل مصر هم اكثر حرصا على هذه الدوله، وهم واثقون ان حقوقهم سترد وانهم سينالون العوده الى هذه الاراضي حتى لو بعد هذا النظام. ولكن احنا بنطرح فرصه اخيره لهذا النظام ان هو يفي بوعوده، والا في انتخابات في 2022 ايضا. يعني اذا كنت انت لن توفي بوعودك ف 2022 لا تسال عن النوبيين. هذا هو الطرح اللي احنا بنطرحه حاليا. نعم سيد مصطفى، سالتك بدايه طبعا هذا الحوار عن دور المنظمات الدوليه. يعني اليوم كما تحدث دكتور تامر انه هناك خطوات ربما يتخذها النوبيون، لكن هذا لا يكفي لدعمهم بالشكل الكافي. هل هناك من دعم خارجي، خلينا نقول لدى المنظمات الدولية، يكفي؟ الآن هي محاولات من منظمات غير حكومية تسعى بشكل أساسي إلى يعني تمكين النوبيين من حقوقهم ولفت أنظار السلطات المصرية إلى حقوق النوبيين ومحاولة إظهار الصورة للعالم بأن أي محاولة الالتفاف على الحق الوطني للأصيل للنوبيين هو انتهاك جسيم لحقوق الإنسان واشتراك في جريمة التهجير. نعم، لكن سيد مصطفى، يعني النوبيون يعرفون حقوقهم والسلطات المصرية تعرف أنها تخترق هذه الحقوق. يعني كما أقول هناك مشكلة حقيقية في السلطات المصرية. هذه الجهود الموجودة هي جهود تسعى للضغط على السلطات المصرية، لكن النظام المصري في وضعه الحالي وبإصراره في إنفاذ هذه القرارات وفي تضييق الكامل على حقوق النوبيين حتى في اللجوء إلى القضاء بشأن انتزاع حقوقهم وما إلى ذلك، هذا هو يسد المسارات أمام النوبيين. النظام المصري لا يحترم حقوق الإنسان بكل أسف، لا يحترم قرارات المعاهدات الدولية والاتفاقات صادق هو عليها بنفسه، لا يحترم حتى الدستور الذي وضعه بنفسه. وبالتالي أنا أعتقد أنه لا أمل في النظام الحالي بكل أسف في الانتصاف في حقوق النوبيين، وأن حتى يعطيهم فرصة من الانصاف القانوني لحقوقهم. وأظن أنه يسعى بشكل أساسي وكبير إلى طمس هذا الحق بشكل أكيد. هو أول نظام يتجرأ بهذه الصورة على حقوق النوبيين بهذا الشكل. هو بدأ بالفعل في بيع أراضي النوبيين وفي اعتبار 14 قرية، رقم ضخم جدا ومساحة ضخمة جدا من الأبنية الزراعية والسكنية. المدير الإقليمي للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، كنت معنا من اسطنبول، شكرا جزيلا لك. وأيضا أشكر الدكتور تامر سالم رئيس المجلس النوبي في بريطانيا، كنت معنا من أكسفورد. ونختم هذا النقاش مشاهدينا مع آراء الشارع النوبي فيما يتعلق بوعود الحكومة تجاهه. الحلم ده ابتدى يكبر في دستور 2014 وأقر بمادة دستورية، فكل ده كان محسسني بالأمل والعشم وإن إحنا صح وإن مفيش حاجة غلط إحنا بنعملها، وفي نفس الوقت إن الدولة عندها استعداد لرجوع الحقوق دي لأصحابها وعندهم إرادة إن هم بالفعل يعملوا هيئة لتنمية أراضي النوبة ورجوعها بمسمياتها القديمة خلال 10 سنوات. كل ده في المادة الدستورية اداني أمل وعشم في اللي جاي. بس مؤخرا لما لقيت إن الخطوات دي ما بتتنفس وإن مجرد طلوعنا أو صوت مننا بينادي إن طب إمتى، طب إيه الخطوات الجدية في التنفيذ، يتم حبس 24 شاب ولسه القضايا شغالة لغاية دلوقتي، ده حسسني بالظلم. يعني إن ليه بيحصل كده؟ عرفنا نشتغل على حتة دسترة الحقوق
ان احنا الحقوق بتاعتنا دي تبقى مكتوبه في دستور البلد اللي هو المفروض بتقوم عليه اي حاجه فيه. إيه لما لقينا في عدم جديه من الحكومه او من الدوله اللي هي تعمل كده، شاركنا في قافله العوده اللي هي المفروض ده خرق قانوني من الحكومه، احنا كنا رايحين نشوف اراضينا وطور الامر اللي هو يبقى اعتصام. تصحيحات كثيره كفايه تصحيح السد العالي، يعني لولا النوبه زي ما قال امامنا اللي قبلنا اصلا ما كانش هيكون فيها كهرباء ولا قلع. بعد السد اتعمل مثلا شركه كيما مصنع قنبله كان بيشغل بالفحم شغال بالكهرباء، كذا مصنع وكذا على مستوى الجمهوريه. شبابيك متواصل معكم مشاهدينا وتتابعونا بعد قليل. في شباك هاشتاج نسلط الضوء على أبرز ما تداوله الفلسطينيون، خاصة اعتداءات الأقصى واكتظاظ الحركة في معبر الكرامة. وفي شباك الفنون فيلم عاملات الطابوق لإيمان خضير، عراقيات بلا مأوى يعملن في صناعة الطوب. والآن إلى شباك هاشتاج ونستطلع مع مراسلنا أحمد جرادات في رام الله أبرز ما شغل رواد مواقع التواصل الاجتماعي. أهلا بك أحمد، مساء الخير. إذا نبدأ مع الهاشتاج الأول وهو عن أحداث الأقصى. طبعا مساء النور. يعني سيطرت في الفترة الماضية عدة مواضيع على مواقع التواصل الاجتماعي بما يخص فلسطين، ولكن أحداث الأقصى التي جرت بالأمس كانت متصدرة للمشهد، لا سيما بالاعتداء الإسرائيلي الذي أدى إلى إصابة العشرات وإدخال واقتحام المستوطنين في يوم عيد الأضحى المبارك. نبدأ مع هناد الحلواني التي كتبت على صفحتها على الفيسبوك بأنه في يوم عيد الأضحى أكثر من 1340 مستوطن اقتحموا الأقصى بما يقارب من 30 إلى 50 فوج مقتحم، دنسوا واقتحموا وانبطحوا ورقصوا، وعلى الرغم من كل هذا فهو عيد صمود وثبات المقدسيين الذين ضحوا بدمائهم اليوم في حين ضحى المسلمين بالذبائح، وفي حين يقبع العشرات من الشبان الآن في أقبية التحقيق بعد اعتقالهم وجرهم من ساحات الأقصى أو في سيارات الإسعاف وفي المستشفيات بعد ضربهم بالقنابل والرصاص. برغم كل الخذلان أقول للمرابطين في الأقصى أنتم وفقط أنتم من تستحقون أن نبوس الأرض تحت نعالكم. واستخدمت أيضا هاشتاج عيدنا رباط الذي سيطر على وسائل التواصل الاجتماعي في فلسطين خلال الفترة الماضية وبالتحديد منذ دعوة الجمعيات الهيكل المزعوم لاقتحام الأقصى في ذكرى ما يسمى خراب الهيكل المزعوم. بالنسبة لرضوان عمر وهو يعمل في المسجد الأقصى المبارك وضع عدد من الصور وكتب بأنه شاهد بماذا صرخ هذا الشيخ المرابط الجريح وهو ينزف، خلوني اتركوني هنا، لا يريد إخراجه من ساحات الرباط حتى لإسعافه، كل هذا وهو يعيش على جهاز إلكتروني مزروع في جسده الضعيف. همك هذه كيف تهزمها أوهام زعران الهيكل. وكان هنا في هذه الصورة هي صورة لأحد كبار السن الذين أصيبوا جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على المصلين في المسجد الأقصى بالأمس. أما خالد زبارقة فذكر عبر صفحته على الفيسبوك بأنه نحن نخوض صراعا جماهيريا ضد جيش مسلح بكل أشكال العتاد، قد ننجح أحيانا في منعه من تحقيق تقدم محدود الزمان والمكاد وقد نخفق، لكن ما يمكن أن نضمن النجاح فيه هو منعه من النصر في حرب الإرادات. هذا يستلزم أن ندرك أن حربنا مع المستعمر تمر بمسار متعرج، نتقدم فيه أحيانا ونتراجع فيه أخرى، ولكن ما يجب أن نحرص عليه هو أن هذا التعرج برمته له محصلة صاعدة وماضية
نحو دحر الاحتلال. بالنسبة للموضوع الآخر وهو موضوع الازدحام في معبر الكرامة، وهو النافذة الوحيدة للفلسطينيين في الضفة الغربية نحو العالم الذي يربط بين الضفة الغربية والأردن، شهد اليوم ازدحام كبير، أعداد كبيرة من المسافرين توجهوا إلى المعبر الذي يعمل اليوم ل 24 ساعة، ولكن هذا الازدحام بسبب عيد الأضحى المبارك شهد هذا الازدحام الكبير. كتب أسامة أبو نعوس عن الازدحام وأرفق صورا عنه في المعبر، وقال بأنه ازدحام غير عادي على معبر الكرامة، وسفر 4000 بالساعات الأولى. أما جبير شتية ذكر الخبر وأرفق فيديو عن الازدحام، نشاهد أجزاء منه. هذه صور من داخل ساحة الانتظار وفي معبر الكرامة، كما رأينا في الصورة هذا الازدحام الكبير للمسافرين. وقد عقب المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية العقيد لؤي رزقاط على ما يشهده معبر الكرامة، وقال بأنه يشهد حركة نشيطة جدا، وذكر عبر صفحته على الفيسبوك بأنه في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك وخاصة باتجاه المغادرين هناك حركة كبيرة من المسافرين، وأكد بأنه كافة الجهات العاملة في استراحة أريحة يعملون على تنظيم وتسهيل حركة المسافرين وتقديم كل المساعدات لهم، ومن المتوقع أن تستمر الحركة نشطة حتى ساعات عصر اليوم ثم تعود للوضع الطبيعي بشكل تدريجي، موضحا أن المعبر سيفتح ل 24 ساعة متواصلة حتى يوم الخميس المقبل. وهذا الخبر الذي ذكره في ساعات الصباح الأولى كان هناك أكثر من 3500 مسافر قد غادروا و1000 قادمين، وهذا يعني بالتأكيد هناك أعداد أكثر من ذلك حتى ساعات المساء وساعات عصر اليوم، هناك أعداد أكثر من هذه الأعداد قد غادرت فلسطين لقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك. نعم أحمد، وإذا ننتقل إلى الهاشتاج الثالث والأخير وهو فوز منتخب فلسطين على منتخب سوريا في بطولة آسيا، وطبعا السوريون المعارضون يغردون أو الهاشتاج تبعهم فوز منتخب فلسطين على منتخب فرع فلسطين، فما هي الهاشتاجات اللي عندك؟ يعني الهاشتاجات التي تناولت الموضوع كفوز فلسطين اعتبروا بأنه فوز مشرف، لا سيما بأنها كانت نتيجة عريضة وكانت مباراة يعني غزيرة الأهداف، فاز المنتخب الفلسطيني بأربع أهداف مقابل 3 أهداف للمنتخب السوري، وكان هناك هدف قاتل في الدقائق الأخيرة، هذا ضمن بطولة اتحاد غرب آسيا التي شاركت فيها فلسطين، يعني فازت في أكثر من مباراة وتعادلت في مباراة وخسرت في مباراة. بالنسبة المباراة الأخيرة التي كانت مع سوريا كان هناك تغريدات مثل ما قاله فراس عاصي، ألف مبروك فوز المنتخب الفلسطيني على المنتخب السوري 4-3، القادم أفضل إن شاء الله. معتز مسلم قال بأن المنتخب الفلسطيني يهدينا فوز رائع على المنتخب السوري بعيد الأضحى، تحية للفدائي. أغلب المعلقين والمغردين الفلسطينيين بخصوص الرياضة يعني تغنوا بهذا الانتصار، لا سيما بأنه في الفترات وبالتحديد في هذه البطولة في أول المباريات كان الأداء ضعيف نوعا ما، ولكن الأداء تحسن لا سيما من الناحية الدفاعية والهجومية، حيث أن الفلسطينيين شهدوا أن هناك فرق ما بين المباراة الأولى في بطولة اتحاد غرب آسيا والمباراة الأخيرة التي كانت مع المنتخب السوري. نعم أحمد جرادات، مبروك الفوز وكل عام وأنت وعائلتك بألف خير، شكرا جزيلا لك. أما الآن مشاهدينا وشباك الفنون، ضيفتنا المخرجة العراقية إيمان خضير التي تركت العراق مهاجرة إلى سوريا كبداية لرحلة شتات طويلة انتهت الآن في بغداد، أخرجت خلالها العديد من الأفلام الوثائقية منها أنيس الصائغ، توابع فلسطين، الملك فيصل الأول، مقاهي بغداد الأدبية.
فيلمها الجديد عاملات الطابوق وجه آخر للبؤس في العراق، يروي مهنة اختص بها الرجال ولجأت إليها النساء بعد أن ضاقت بهن سبل العيش، وهي صناعة الطوب المخصص للبناء. نساء يصنعن طوب المساكن لكنهن بلا مأوى. هذه الهياكل يسمونها مساكن، هي في الحقيقة زرائب مهلهلة لا تقي من حر ولا من برد. بعضها لا يتجاوز مساحته مترين في مترين، دون أسرة، دون فراش صالح للنوم. إنها سجون مفتوحة إلا من خرقة تغطي بابها. وتنضم إلينا في الاستوديو، يسعدني أن أستضيف إيمان خضير المخرجة العراقية. مساء الخير إذن سيدة إيمان، أهلا فيك. قبل أن نتحدث عن فيلمك الأخير، يعني أنت اليوم تعيشين في بغداد، انتهى بك الشتات في بغداد. بغداد المدينة التي تعيش مأزق سياسي وأمني واجتماعي، المدينة المحافظة الذكورية، كيف لمخرجة، خليني أقول امرأة مستقلة، أن تعيش في بغداد، أن تصنع أفلاما سينمائية؟ شكرا جزيلا، وكل عام وانت بخير ديما، وكل عام وجمهورنا الجميل بخير وصحة وسلامة، يا ربي مزيد من الأمان، مزيد من الاطمئنان. سؤال صعب وشائك ويحتاج لحلقات. بغداد الآن مدينة يعني فعلا معقدة، وصعب يعني الشغل فيها، صعب للرجال يعني، فما بالك بالنساء. أنا رجعت للعراق 2003 مثل ما تفضلتي، وكنت مصرة يعني أنه أنا أستمر بشغلي، يعني شغلي اللي بديته يعني وأنا بالمنفى. فكانت صعوبات كثيرة، يعني صعوبات لوجستية، صعوبات مالية، صعوبات مجتمعية بيئية. يعني العراق طالع من حروب، 30 سنة في حروب، وأول الناس اللي يتضررون بالحروب هي المرأة يعني. فكان صعب أني أنزل بالشارع وأقف مع يعني ستاف من الرجال يعني، وإحنا مثل ما قلتي مجتمع ذكوري، يعني أنه امرأة تقود يعني ستاف رجالي، كانت عملية جدا صعبة يعني، وكنت أعاني من عدة كثير يعني. وفيلمك الأخير يعني يشبه هاي الحالة، هو فيلم لمجموعة من النساء اضطررنا للعمل بمهنة عادة يعني معروف أن الرجال هم من يعملوا بها، صحيح؟ صحيح جدا. الفيلم هي وبالحقيقة هي مو مشكلة آنية يعني، أنا بعد ما عملت الريسيرش يعني على المكان وعلى الموضوع اكتشفت أنه هذا من زمان، من الأربعينات يعني، ولكن لم يجري التطرق إلى هذا الموضوع إطلاقا. يعني مجتمع مهمل تماما، نساء يعيشون ما أعرف يعني في عصور من زمن الجاهلية، لا وجود للماء النقي، لا وجود للطبابة، لا وجود للتعليم، الناس متروكين يعني إلى
إلى مصائرهم يعني. نعم. فالموضوع كان بالنسبة لي يعني شوك عملي مفاجأة، وظليت سنتين أنا أشتغل على هذا الموضوع يعني، ما كنت أتوقع أنه يسمحوا لي، لأن كانت في معوقات ما يسمحون أدخل إلى هذا المكان حتى أشتغل به. والنساء ما كان عندهم مانع أنه تصوري معهم؟ لا، النساء ما كان عندهم مانع، بس أصحاب المعامل هم اللي كانوا مشكلة، لأنه أنا مجرد اخترقت المعمل ودخلت، طبعا في من 250 إلى 300 معمل، فكل مرة أروح للمعمل وأتهيأ وأخذ الستاف ونوصل باب المعمل ويغيروا رأيهم. فالنساء ما عندهم، بس أصحاب المعامل يعرفون أنه هذا مكان يعني هذا موضوع راح يسوي مشكلة، ويعرفون أنه هذا غير قانوني، وبالتالي ما كانوا يسمحوا لي أدخل. فكانت مشكلة حقيقية يعني، سنتين أنا أشتغل. والسبب الثاني أنه ذروة الشغل هي كانت في شهري تموز وآب اللي إحنا بيها، فيعني أنا السنة الماضية مثل هالوقت أنا بالمعمل أصور، فاللي هو ذروة العمل اللي هي تصل درجة الحرارة 55 إلى 60 أحيانا درجة مئوية، وعلي أن أصور في هذاك الجو. فكانت صعوبة، لأنه حتى نوعية كواليتي الصورة تختلف عندي. فكنا نطلع الساعة 2 بالليل، نوصل 4، نشتغل 4 الصبح، نبقى فقط للساعة 11 الصبح، ما نقدر نستمر بسبب يعني. نعم، ظروف المناخ. فكيف النساء يشتغلون من الفجر إلى الليل يعني؟ يعني نعم. مجتمع لا إنساني. نعم. أبدا يعني. طبعا يعني تحدثتي أنه البؤس اللي عم بيعيشوها النساء ليس جديدا. نعم. أنه من الأربعينات أو نعم. بوقتها طبعا ليس في الأربعينات، لكن على زمن صدام حسين كان من المستحيل إنجاز أفلام وثائقية. اليوم شو أهمية فعلا الفيلم الوثائقي في بلد كالعراق، في بلداننا العربية، لفضح يعني أعماق ما يجري؟ شوفي ديما، هذا السؤال أنا دائما كان يأرقني ومهم جدا. المنطقة العربية لم تعرف الفيلم الوثائقي إلا حديثا، يعني ثقافة الفيلم الوثائقي كانت مرتبطة بالأفلام الحرب العالمية وأفلام الرؤساء ودعا واستقبل وأنجز، ولكن أن تدخلي إلى عوالم الناس وتتحدثي عنهم يعني غير موجودة هاي الثقافة عندنا. الثقافة وجدت بعد 2003 عمليا، انفتحت الفضائيات، انفتح الجو، وفعلا تأسست فضائيات، يعني فضائية مثل ناشونال جيوغرافي، مثل جزيرة دوكيومنت، يعني فضائيات يعني أسست لثقافة صورية جميلة. نعم. يعني مثل العربي في إنتاج سينمائي. أنا ألاحظ أي طبعا عندكم بالتلفزيون أيضا في يعني أفلام وفي مواضيع مهمة، فإلهم دور مهم لأنهم أيضا شاشات تلفزيون وليست صالات سينما، يعني ليست تخبوية وتصل إلى عدد كبير من الناس. هذا صحيح. والسبب الآخر أنه الناس ملت من الكلام، الناس محتاجة إلى صورة، صورة واحدة يعني تعوض عن نص كتاب. فالناس ملت، محتاجة تشوف هذه الصور. وبالتالي بالعراق عندنا الحكومات المتعاقبة دائما كانت يعني أهملت تاريخ العراق وأهملت مشاكل الناس، وبالتالي بعد 2003 انفتح هذا الفضاء وبدأ الشغل على يعني فعلا. أنا بعتبر الآن العصر الذهبي بالعراق هو عصر الفيلم الوثائقي. نعم. يعني وأنا واحدة من الناس اشتغلت على هذا على هذا. نعم. راح أيضا نتيح للمشاهدين يعني مقطع صغير آخر عن معاناة الأطفال وعمل الأطفال، ثم نعود لاستكمال هذا النقاش. عماد ايش قد عمرك؟ كلشك بعرف الله. زين، انت ايش قد صار لك مع عمل الطابوق ده تشتغل؟ من زمان. انت ومنو تشتغل هنا؟ والله يشتغل هنا. ها؟ لو حال لا يشتغل. اي منو وياك اللي يشتغل؟ يعني امك؟ كلهم. من هم؟ هم دول اهلي. زين، انت تعرف تقرا وتكتب؟ لا. يلا
إيمان مع حفظ الألقاب طبعا، يعني فيلمك الأخير هذا ليس منفصلا عن أفلامك الأخرى، وفي المقاهي بغداد مثلا أو الأفلام التي سبقته دائما تختارين مواضيع لها علاقة بالذاكرة، بالتاريخ، بالهوية الثقافية، خلينا نقول إن كان للعراق أو بشكل عام. ليش؟ هل لتردي المشهد الثقافي في منطقتنا؟ لا، هو الحقيقة أنا يعني ما مخططة يعني أي موضوع أختار، يعني أحيانا الموضوع هو بيفرض نفسه. يعني أنا الفيلم الأول اللي اشتغلته عن أنيس الصايغ أيضا يحكي عن المثقف يعني الفلسطيني، الثاني عن طوابع فلسطين مثل ما تفضلتي، الثالث عن الملك فيصل الأول، الرابع اللي اشتغلت عن مقاهي بغداد الأدبية. هذا الفيلم كان يعني إنتاج بغداد عاصمة الثقافة، وهذا الفيلم لفت يعني كان هاجسي إنه يعني أتناول كيف تأسست الثقافة في العراق. أنت بتعرف في أكثر البلدان العربية عندها مراكز ثقافية، عندها نوادي، إحنا بالعراق ما عندنا نوادي ثقافية. تأسست الثقافة العراقية على أهميتها في المقهى، المقهى بمعنى المقهى الشعبي يعني القهوة والشاي، وبالتالي هذا المقهى هي طلعت من عند الرواية، وطلعت من عند القصة، طلعت من عند اللوحة، وطلع من عندها البيان السياسي. يعني كانت المظاهرات ينكتب البيان في المقهى وينطلقون بالمظاهرات من شارع الرشيد اللي هو مكان المقاهي، ثم بعد ذلك تنطلق التظاهرات السياسية. فكان حقيقة كان مطبخ حقيقي لإنتاج الثقافة العراقية، وهذا شيء يمكن يعني غير متوفر. مصر مثلا مختلف الوضع، لبنان مثل ما تعرفين مختلف تماما، بس إحنا إنه خصوصية. لهذا كان عندي حافز إنه أتحدث عن هذا الجانب، كيف نشأت الثقافة العراقية داخل المقهى. نعم، إيمان خضر المخرجة العراقية، يعني كنت بتمنى نتحدث أكثر. شكرا جزيلا لك، بانتظار فيلم جديد قريبا. شكرا. شكرا لكم. نبقى في شباك الفنون مشاهدينا، حيث حضر ألوف حفلا موسيقيا مجانيا في بيروت نظم للتضامن مع فرقة مشروع ليلى على خلفية إلغاء حفل لها كان مقررا في نفس اليوم. وضجت مقاهي بيروت وبعض شوارعها بأغنيات مشروع ليلى في وقت كان من المقرر أن تحيي فيه الفرقة حفلا ضمن مهرجانات بيبلوس الدولية اللبنانية، لكن تم إلغاؤه تحت ضغوط دينية من الكنيسة. وأحيا ناشطون موسيقيون الحفل البديل لمشروع ليلى، حيث أقيم مهرجان حمل عنوان صوت الموسيقى أعلى على مسرح The Palace في شارع الحمرة في بيروت، بينما خصصت المقاهي المحيطة في المدينة ليلتها لأغنيات الفرقة. اليوم ما برأينا حيصير في أي شيء، القوى الأمنية موجودة وعم تحمي المكان، وكمان في تدابير أمنية أخرى نحن قمنا فيها إذا صار ما صار، بس فعلا ما بنتوقع أنه يكون في أي شيء من هذا النوع. وفعلا هذه الحفلة ما حفلة استفزازية، هذه الحفلة للكل. Thank you.
فصل قصير مشاهدينا تتابعونا بعده. نفتح شباك الثقافة على مسيرة الفنان الفلسطيني كمال بلاطة الذي وافته المنية بعيدا عن وطنه فلسطين. وفي شباك أنا العربي نبحث في فيلم شتلة الجنة، حيث يأخذنا إلى شرق لبنان، وهناك يعيش عدد من المزارعين في عزلة من الدولة عبر زراعة نبتة يطلقون عليها اسم شتلة الجنة. أهلا بكم من جديد مشاهدينا، والآن إلى شباك الثقافة. كمال بلاطة فنان تشكيلي ومؤرخ فني فلسطيني ابن مدينة القدس، معشوقته وملهمته، رحل بعيدا عنها في برلين تاركا كنزا فنيا فريدا. بلاطة المولود في القدس عام 1942 بدأ مشواره الفني خطاطا ورساما تشخيصيا قبل أن يتحول إلى المدرسة التجريدية، حلق للعالمية بفضل إنتاجه الغزير. ينضم إلينا من القدس الفنان الفلسطيني سليمان منصور. مساء الخير أستاذ سليمان، وأهلا بك، كل العزاء لحضرتك ولعائلة طبعا الفنان كمال بلاطة وللفلسطينيين. من المحزن أن أول ما شده للرسم يعني هو عمران القدس وأحياء السكنية وبورتريهات لحاراتها، واليوم لم يستطع طبعا أهله أن يدفنوه فيها. كانت هناك ثمة محاولات، صحيح؟ أكيد، يعني هو يعني أوصى بأن يعني بأن يدفن بالقدس، ولكن الكل عارف أنه ما كانش من الممكن أنه إسرائيل توافق على هذا الطلب، فالكل كان يعني متوقع انه ما يكون في دفن بالقدس. نعم استاذ سليمان، اذا يعني احنا كمال فقدناه. نعم تفضل. احنا فقدنا كمال، مش يعني انا بحكي كفنان تشكيلي، كمال مش بس فنان تشكيلي، يعني احنا حزننا على كمال انه كمال باحث، كمال فيلسوف بفكر، بيحاول انه يعمل نظريات جديده في الفن التشكيلي، يعني عمل حيويه مش طبيعيه في الفن التشكيلي على مدى 40 سنه على الاقل يعني الماضيات. نعم صحيح. أستاذ سليمان، إذا بتحكي لنا أيضا حضرتك كفنان، يعني ماذا قدم له الترحال، خليني أقول، أو الشتات فنيا؟ هل ساهم طبعا تنقله بين مدن عدة عربية وأجنبية لانفتاحه وانفتاح فنه على ثقافة واسعة المدى أبعد من يعني القضية بمعناها الضيق، وليس القضية الفلسطينية في العموم؟
أكيد أكيد. يعني أنا بشوف إنه يعني كمال حياته قضاها يعني غالبيتها قضاها في إما في فرنسا أو في ألمانيا وفي أمريكا بالذات. بالطبع الفنان راح يتأثر بالمحيط اللي حواليه، وخاصة إنه تعلم كمان بإيطاليا وتعلم يعني بأمريكا، فكل هذه أثرت على يعني على كمال. بس الإشي الجميل في 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 كمال إنه أي يعني كان انتمائه العربي وانتمائه لفلسطين يعني قوي لدرجة إنه مع إنه عاش حياته كلها في في الغرب يعني، إلا إنه ما 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 تأثر انتمائه لعروبته ولفلسطينيته. وإحنا بنلاحظ في فنه يعني إنه هو يعني هو توجه للتجريدي، يعني والتجريدي أحد إحدى المدارس الغربية توجه لها بعمق وب يعني بقناعة. وحتى إنه صار يعني صار يكره، ومش بس يكره يعني يتبرأ من أعماله السابقة اللي عملها اللي فيها شوية واقعية. نعم التصويرية بس يعني كان في نقل بين بين المسار التصويري خليني أقول والتجريدي، إلى حد إنه اليوم النقاد يجمعون على إنه فنان تجريدي بامتياز. فنان تجريدي بامتياز، بالإضافة لأنه فنان واقعي بامتياز. يعني إحنا إذا بنشوف أعماله القديمة وحتى في آخر حياته رجع شوي للواقعية، وبنشوف يعني عمل أعمال كثيرة عن مدينة القدس بالذات وشوارعها وحاراتها. بنشوف قديش يعني الواقعية جميلة اللي إنه هو فنان متمكن، يعني مش إنه في كثير فنانين بتوجهوا للتجريدية هربا من عدم مقدرة يعني في تأكيد واقعيتهم، أما هو توجه للتجريدية عن قناعة ودراسة. بس أنا بحب أكد إنه بنفس الوقت يعني حتى في أعماله يعني أعماله التجريدية كان يدخل كلام عربي، يعني يعني تكون اللوحة التجريدية كلها مكونة من جملة من الصوفيين يعني الإسلاميين، يعني مثلا الماء بلون الإناء، يعني هذه كانت تشكل الألوان والخطوط وكل يعني العمل التجريدي، ومئات الأعمال عملها بالطريقة هذه. نعم أستاذ سليمان، كما ذكرت حضرتك طبعا هو من الفنانين يعني هو من الفنانين العرب القلائل جدا الذين قدموا دراسات نظرية في الفن العربي، يعني وفي فرص طبعا إفادة الفنانين العرب من الفن العربي كما ذكرت بالضبط. لماذا برأيك هذا خلينا نقول الافتقار في منطقتنا لدى الفنانين التشكيليين العرب بهذا المجال النظري اللي له علاقة بالدراسات بالفكر؟ وأنت قلت ليس فنانا، ليس فقط فنانا، إنه مفكر وفيلسوف أيضا. يعني هو يعني قضية الدراسات إجمالا بيعملها دارسين تاريخ الفن مش الفنانين، يعني الفنان بحط كل وقته وكل جهده في إنتاجه الفني، بس دارسين التاريخ الفن هم اللي يعني بتوجهوا نحو الكتابة والتاريخ للفن. وفي كمان نمط تاني اسمه يعني منسقي المعارض. منسقي المعارض بكون دورهم انهم يعني ينتقوا الأعمال وانهم يكتبوا عن الأعمال هذه وعن فلسفة العمل هذا، فهي هم هدول دورهم الكتابة عن الفن. بس دائما بحس الواحد لما يقرأ لواحد دارس تاريخ فن وبكتب عن الفن انه في اشي ناقص، في نكهة مش 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 في محلها يعني. اما اذا كان واحد فنان وبرضه دارس تاريخ الفن وبكتب عن يعني عن الفن
بتكون يعني عمله متكامل يعني 100%، يعني يعني بكون الكلام تبعه مقنع بكثير أكثر من صحيح. الآخر يعني. نعم، الفنان الفلسطيني سليمان منصور كنت معنا من القدس، شكرا جزيلا لك وكل العزاء لحضرتك. في وسط مدينة إربد اتخذ شادي مكانا لبسطة الكتب التي يبيعها للطلبة والمهتمين بالثقافة، وأصبحت محطة لمناقشة الكتب مع بائعها والمهتمين بها، فأصبح الكشك معلما هاما لمثقفي المدينة وما حولها. اليوم نجح شادي بالإضافة إلى مقره في إربد في افتتاح متجر إلكتروني يبيع من خلاله الكتب، إضافة إلى تبادل الكتب القديمة. كانت الفكرة بستخدم مخزن صدفة ولا شيء، جيت أبيع كتبي اللي أنا قرأتها وانتهيت منها. بعد ذلك شعرت إن في ناس كثير تقرأ كتب في المجتمع وتحب القراءة والمعرفة، وعلى ذلك استمريت في بيع الكتب. بديت تقريبا ب 560 كتاب بالبدايات، بعد ذلك طور مع المشروع، صرت أجيب كتب من إربد، صرت أشتري كتب من عمان، بعدين ذلك انتقل الموضوع معي إلى الاستيراد والتصدير. الموضوع تطور معي من خلال يعني حب وشغفي للمعرفة. طبعاً القراءة بدايتها بتواجه فيها كثير شغلة صعبة اللي هي كلفة، كلفة من ناحية الوقت والمال، بعدين بصير مسألة ألفة. في البدايات طبعاً واجهت كثير صعوبات إني أختم كتاب لمدة زمنية طويلة، بعد صار الموضوع يسير علي، صار الكتب تتشابك لأنه أكثر الكتب تؤدي إلى كتب، فالكتب تؤدي إلى كتب، فدائماً عندما أقرأ كتاب يوجه للكاتب دائماً لكتاب آخر إلى كتاب آخر. فالقضية بصير يعني قضية منافسة بينك وبين المعرفة، كم بدك تنهى المعرفة، ولكن بتكتشف أكثر، كما قرأت أكثر كما ازددت شهل أكثر. قررت أنه أنا أشبع هذا الفراغ وهذه الثغرات اللي عندي أنا من خلال القراءة ومن خلال الكتب، وبحكم أنه بسطة شادي هي يعني قريبة جدا من الجامعة وعلى البوابة الشمالية، بالتالي تكررت الزيارات تلو الزيارات حتى أصبحت من يعني أكثر الأشخاص زيارة لهذا المكان. هذا صار في سوء فهم بيننا وبين البلدية حول أنه كانت بسطة ومخالفة قانونيا، ولكن سوء الفهم هذا انحل خلال 48 ساعة، واتفقنا مع رئيس البلدية على بنيان أن يكون في كشك هنا، وأعطوني ترخيص أني أبني الكشك وبنيته وبدفع أجاره سنوي للبلدية. صارت العلاقة طردية بين عدد السنوات الموجودة إلي هون وعلاقة الطلب على السلعة، عدد السنوات اللي موجودة إلي فيها هون، فكل سنة بيزداد وجود هون، كل ما بيزيد ما شاء الله يعني طلب الناس على الكتب بشكل كثير كبير، هذا الشيء بلاحظه طبعا. هذا المكان هو المكان الذي تخفض دائما الناس أصواتهم وترتفع دائما مستوى عقولهم في هذا المكان. فيلم شتلة الجنة وثائقي يتحدث عن منطقة في شرق لبنان يسكنها عدد من المزارعين الذين يقتاتون من زراعة نبتة يطلقون عليها اسم شتلة الجنة. ما يزرعونه ليس مشروعا ولا قانونيا، لكن هذا لا يثنيهم عن المواصلة رغم كل الأخطار، خاصة وأنه يشكل اكتفاء ذاتيا للمنطقة. نشاهد مقطعا ونعود لنبدأ النقاش. قررت الوقوف إلى جانب أهلي في بلدة اليمونة ضد الدولة. من المزارع. المنطقة عندنا بشكل عام إنتاجها من حبة الحشيش. إلى المصنع. نحن بنجيب النبتة هاي بنحطها بندقها حتى نطلع العودين منها. إلى التاجر. في فارق بين تاجر حشيش وتاجر مخدرات، بس عندنا بدولتنا هي ذاتها. كاميرا التلفزيون العربي تدخل إلى حيث لا يسمح لك بالدخول. حاجة أم الاختراع. مصدر رزق تاني غير معنى. نحن منا متعودين على المزلة.
وتنضم إلينا من بيروت نور معتوق مخرجة فيلم شتلة الجنة، وأيضا حسين خريس مراسل التلفزيون العربي في لبنان معد ومنتج فيلم شتلة الجنة الوثائقي. مساء الخير وأهلا بكما. أبدأ معك حسين، يعني التسلل إلى هذه المنطقة بالتأكيد سيكون محفوف بالمصاعب، خليني أقول إذا ما قلنا المخاطر، فكيف كانت تجربة الدخول إلى هذه المنطقة؟ طبعا بالنسبة إلى أحسان خريس، يعني هو معروف في تلك المناطق من قبل العشائر، وأيضا كنا قد دخلنا قبل ذلك الوقت لتغطية المعارك التي جرت بين العشائر وبعض المجموعات من الدولة اللبنانية، وكنا على قدر عال من المسؤولية، لذلك اكتسبنا ثقة العشائر بأن التلفزيون العربي هو تلفزيون موضوعي بامتياز. هذه الثقة تعززت بعد هذه التقارير التي كنا قد أنجزناها. طبعا هناك مخاطر كبرى، هذه العشائر لا يهمها أن نسوق لها، إنما ما يهمها فقط هو عدم الانحياز إلى طرف من الأطراف دون توخي الدقة ودون نشر الحقيقة كما هي. لذلك استنادا إلى هذه الثقة كنا قد دخلنا مناطق لا يمكن دخولها من قبل أي صحفي آخر، ورغم أن الثقة كانت مكتسبة إلا أننا تعرضنا في محطة من المحطات لإطلاق نار، وكان كل الفريق معنا. هذه المخاطر طبعا موجودة، ولكن ليس هناك مخاطر أمنية تتعلق ليس من العشائر بل ربما من قوى الأمن أو من يعني الدولة اللبنانية، كونكم عم تدخلوا إلى منطقة غير قانونية. المخاطر هي مزدوجة، يعني يمكن إذا كانت هناك حملة أمنية وحملة عمليات دهم تستهدف هذه المناطق فإننا بالفعل سنتعرض للخطرين. الخطر الأول من قبل هذه العشائر وبعض الضفار المطلوبين الذين يمكن أن يظنوا بأننا نحن من الدولة اللبنانية أو نحن نريد كشف أماكنهم، والخطر الثاني من الدولة اللبنانية التي يمكن أن تعتبر بأننا نعرقل عمل الدولة اللبنانية في القبض على هؤلاء الذين تعتبرهم الدولة اللبنانية مطلوبين. نحن ما فعلناه اخترقنا هذا المجتمع، ووجدنا أنه مجتمع محروم منذ العشرينيات في منطقة البقاع، وهناك فرق كبير بين المخدرات وبين زراعة الحشيشة. هذا اللغط الموجود هو صحيح. ظلم كبير، والذي ما يزال يعني الجدل جار طبعا حوله، ما إن كان ممكن تشريعه أم لا. أنتقل إليك نور، يعني هذه المنطقة أو هذا الموضوع تحديدا هو موضوع شيق ومثير لمحطات تلفزيونية كثيرة وأفلام طبعا وثائقية أنجزت عن هذا الموضوع أو عن هذه المناطق في لبنان وفي غير لبنان. ما الجديد في الوثائقي الذي طبعا أنجزتموه؟ مرحبا. الجديد بالموضوع هو أنه ما شبنا سيرة أنه الحشيشة وهالمنطقة بيزرعوا بس حشيش أو ليه في حشيش بهالمنطقة. الجديد بهالموضوع أنه نقدر نشوف وجهة نظر أو perspective معين جديد، أنه أبداً مش نشجع العالم أو نروج أنه الحشيشة ما عليه شيء وأنه هي طريقة حياة معينة لازم نتقبلها أبداً، بس يمكن هول الأشخاص عم يجربوا يوصلوا مسج معين انه نحن عم نجرب نتعاون معكم بهالمنطقه، نحن عم نجرب نزرع، بدنا نتعاون مع الدوله، مع انه هن محطوطين كلهم تحت خانه الغير شرعيين او الملاحقين. بس جربت اتليست على القليله بالصوره فرجي انه مش تتعاطفي معهم بس تتعرف عليهم عن قرب، كيف بيصنعوا، كيف عم يزرعوا، كيف عايشين كل يوم، وكيف من وراء اللي قاله حسين انه هن مهمشين من الزمان فما قدروا يلاقوا الا هالطريقه الوحيده اللي يعملوا اكتفاء ذاتي. صحيح. يلي الفرق بينهم وبين غير لبنانيين انه هن
استسلموا انه ينطروا الدوله اللبنانيه. نعم من اشخاص نور قبل قليل اتفاق ذاتي. نعم قبل قليل كنا يعني كنا نستضيف مخرجه عراقيه ونتحدث عن اهميه الافلام الوثائقيه في خاصه في المنطقه العربيه. يعني هيك فيلم قد ايه ممكن يسبب ايضا احراج لك في بلد كلبنان، خاصه انه الفيلم الوثائقي هو فيلم غير منحاز، خليني اقول هو فيلم يقدم الحقيقه كما هي، الصوره كما هي. أكيد. هلأ أنا كان عندي مثل بهذا الفيلم، بتصوير هذا الفيلم بهالمنطقة، أول شيء أول فترة منعوني أطلع، يعني فكرونا أنه نحن عم نسأل كتير أسئلة أو وبنفس الوقت في أشخاص بيقولولك أنه أوكي ليه عم تدوع أشخاص غير شرعيين. بس أهمية هذا الفيلم الوثائقي أنك تشوفي شو بيجر هالأشخاص، شو السبب اللي بيخلي هالأشخاص يختاروا هالنمط الحياة ويختاروا هالاكتفاء الذاتي، وتشوفي عن قرب انه انت بس تتعرف عليهم بالذات انه عندهم وجهة نظر، مع انه برجع بشدد وباكد انه هيدا ابدا مش ترويج للقصص الغير شرعية او لهالطرق من نمط الحياة. بس بلبنان كل منطقة تقريبا فيك تقولي عالم معين، وهالمنطقة بس تفوت عليها يعني بصريا بس تشوفيها بتحسيها عالم تاني عن جد. هن اشخاص عايشين مع بعض عم يعملوا اكتفاء ذاتي مع بعض، وعم ياخذوا هذا المخاطره انه هن اشخاص ملاحقين. نعم بشكل يومي. نعم احسان، طبعا كمنتج لهذا الفيلم، هل لديك اي ما بعرف بنود قانونيه او مرجعيات تستطيع ان تحميكم في هذا الوثائقي في بلد كلبنان؟ برجع بقول يعني نحن ببداية الأمر ما عندنا نية جرمية، ما عندنا نية لتشريع ما تسمى المخدرات، بالعكس نحن عندنا نية لتوضيح ما هي المخدرات وما هي الحشيشة. الحشيشة هي نبتة موجودة في كل العالم، يمكن للبنان أن يستخدم هذه النبتة في صناعات كثيرة لا تعد ولا تحصى، وأكبر دليل على أنه هاي الحشيشة لا يمكن أن تسبب الدمار في المجتمعات ويمكن للدولة أن تشرف عليها وأن تستغلها وتستثمرها في صناعات الأدوية والألبسة وأيضا الدهانات، يعني البوية المسميات باللبناني. مثلا نموذج منطقة اليموني، منطقة اليموني منطقة مسالمة يعني إلى درجة كبيرة، يعني منطقة اليمونة هناك مزارعون للحشيشة ويزرعون الحشيشة، وليس في هذه المنطقة أي توترات أمنية، إنما هم يعتشون فقط من هذه النبتة، ولا يظنن أحد بأن مزارع الحشيشة هو لديه ثروات كبرى. هذا الأمر هو وهم وهو محض خيال. مزارع الحشيشة هو فقط المزارع الذي يستطيع أن يروج نبتة ليس لا تحتاج إلى اسم. التلفزيون العربي في لبنان ومعد ومنتج فيلم شتلة الجنة الوثائقي، شكرا جزيلا لك، وأيضا أشكر مخرجة فيلم شتلة الجنة نور معتوق. مشاهدينا يمكنكم متابعة الوثائقي يوم الأربعاء في الساعة 6 بتوقيت غرينتش، 9 بتوقيت القدس. فاصل أخير ونتابع بعده. في شباك الدنيا نتعرف على خصائص سيارة طائرة تم تطويرها مؤخرا في اليابان. وفي شباك الصحة الكانابيديول مادة من القنب الهندي ذات فوائد عديدة. أهلا بكم من جديد مشاهدينا. في شباك الدنيا نذهب إلى اليابان، حيث أزاحت شركة NEC اليابانية لصناعة الإلكترونيات الستارة عن نموذج أصلي لسيارة طائرة حلقت في الهواء لمدة دقيقة تقريبا خلال اختبارها. الهدف من تصنيع السيارة الطائرة تسيير رحلات غير مأهولة لتسليم الطرود، وتهدف الحكومة اليابانية للبدء في استخدام المركبات الطائرة على نطاق تجاري بعد 4 أعوام، وستكون البداية بنقل السلع ثم تتوسع لنقل الأفراد قبل حلول العام 2030. بعيدا عن الخيال العلمي وبنجاح،
تطلق شركة يابانية نموذجها التجريبي الأول من السيارات الكهربائية الطائرة، تعتمد على 4 مراوح تمكنها من التحليق في السماء لكن ليس لارتفاعات شاهقة. هندسة هذه السيارة الطائرة وقوة الدفع التي توفرها البطاريات الكهربائية تسمح لها حالياً بالتحليق على ارتفاع 3 أمتار فقط ولمدة لا تتعدى الدقيقة الواحدة. نحن في شركة NEC نعتقد أن ثورة في عالم السيارات الطائرة ستحصل، وعندما تحل تلك اللحظة نريد أن نؤمن التكنولوجيا المطلوبة. شركة NEC الرائدة في عالم الإلكترونيات والتكنولوجيا استعانت بشركة محلية لخروج مولودها الجديد بهذا التصميم غير المألوف. إذن وبعدما كان الأمر أقرب إلى الحلم، تتقدم الشركات اليابانية عمليا على طريق تبديل نظرة الإنسان بخصوص وجهة استخدام السيارات، وأصبحنا ربما على مرمى حجر من الطيران بسياراتنا في المستقبل القريب. والآن إلى شباك الصحة مع الزميلة دانيا أرشيد، والتي تطلعنا اليوم على CBD المستخلص من نبات القنب، والذي لديه مجموعة واسعة من الفوائد والاستخدامات الصحية المحتملة. سنتعرف عليها اليوم ونتعرف في الحلقة القادمة على الجرعات الموصى بها ومضادات الاستطباب. اليوم قولي لنا الجرعات. لا هلأ المشاهدين ما تسأليني اليوم هتخلصي الحلقة ويروحوا يشتروا لا يكون مكتوب عليها، بس مش عم تسأليني اليوم هدول السؤالين. الجرعات الاسبوع الجاي ومضادات الاستطباب هلا بسألك بعد الحلقه شو بس لك رح اعطيك الجواب. طبعا مثل ما بتعرفي في كتير لغط اصلا شو الفرق بين السي بي دي والماريجوانا، ليش هذا يندرج لا يندرج تحت المخدرات، ليش هذا بيندرج. اليوم رح نتعرف على السي بي دي او الكانابيديول، ورح نشوف شو فوائده وليش هو مفيد وليش هو فعال وليش ما بيندرج مثل ما حكينا تحت المخدرات. لكن في تقرير قبل، نتابع التقرير ونبدا النقاش. CBD أو الكانابيدول هو واحد من بين أكثر من 100 مادة على الأقل من الكانابينويدات النشطة الموجودة في نبات القنب. يعتبر الكانابيديول المادة الرئيسية إذ يمثل 40% من مستخرج النبات. لا يسبب الكانابيديول أي تأثير سام مثل تلك الآثار التي يسببها رباعي هيدروكانابينول THC الموجودة في الماريجوانا. Very minimum level from these supplements. الكانابيديول أو CBD هو مادة كيميائية موجودة في الماريجوانا. لا يحتوي الكانابيديول على رباعي هيدروكانابينول أو THC، وهو المكون ذو التأثير النفسي الموجود في الماريجوانا الذي يسبب النشوة. تركيبة الكانابيديول الموجودة هي الزيت، ولكن يباع أيضا كمستخلص سائل مبخر وكبسولات زيتية. يعود استخدام القنب الهندي لآلاف السنين، وكما قلت فهو يحتوي على أكثر من 100 نوع من الكانابينويدات، ولكن الأهم هما CBD وTHC، ومعظم الدراسات تناولت هذين المركبين. مادة الكانابيديول تحتوي على شيء اليسير من THC كونها مستخلصة من نبات القنب، ولكن بالحدود الدنيا أي بنسبة منخفضة جدا لا تعطي نشوة المخدرات. CBD مفيدة جدا للجهاز العصبي والمناعي والهضمي. ثبتت قدرة الكانابيديول في علاج نوعين من الصرع، ويتم دراسته كعلاج لنطاق أوسع من الحالات بما في ذلك مرض باركنسون والفصام وداء السكري والتصلب المتعدد والقلق. فوائد CBD عديدة، فعلى صعيد تسكين الألم مثلا، وجد العديد من المرضى بعد فترة من تناول CBD أنهم تخلصوا من الآلام ومن مسكنات الألم الأخرى. أيضا مفيد جدا للحالات الاكتئاب ومعالجة التوتر والقلق ومشاكل النوم. أيضا يملك CBD خصائص مضادة للالتهاب، وهو مفيد لمرضى السرطان، أيضا مفيد للالتهابات الجلدية والصدفية والإكزيما وتصبغات الجلد وغيرها.
inflammation on the skin, for example, eczema, psoriasis, spots, pigmentation. دانيا، اليوم بين الفيلم الوثائقي يعني تبع شتلة الجنة وبين التقرير هذا، يعني هو ليس ترويج معاذ الله لهذه المواد، لذلك بدك تقولي لنا شو الفرق بين السي بي دي والحشيش والماريوانا؟ طبعا اول شيء كل عيد اضحى بخير انت ولجميع المشاهدين، وهذا التقرير عمل ضجه بالجاليري، عم يشتغلوا ايامات العيد فاكيد كلهم بحاجه للكانابيديول او سي بي دي. طبعا في لغط كله بيفكر انه سي بي دي هو نفسه الماريوانا او كانابيديول هو نفس الشيء. كانابيديول او سي بي دي مثل ما شفتي بالتقرير هو ماده مستخلصه من القنب الهندي، لكن ما بتحتوي غير على الشيء اليسير جدا من ماده اسمها رباعي هيدرو كانابينول او تي اتش سي، هي المسؤوله عن التاثير النفسي للماريوانا من نشوه من دوخه وما الى ذلك. شو يعني الشيء اليسير؟ يعني انحوت على ماده التي اتش سي فبيكون بكميه قليله جدا كونها مستخرجه من القنب الهندي. الحد هو بيكون بين 0 او 0 الى 1.5% اللي ما بيعمل الاثار النفسيه ما بيعمل اللي بتعملها الماريوانا، يعني ما بيعمل نشوه، لا بيعمل نشوة ولا الآثار ولا الآثار النفسية المسؤولة عن الماريوانا. لذلك الماريوانا تندرج تحت المخدرات، في حين أنه السي بي دي أو الكانابيديول أو زيت الكانابيديول لا يندرج تحت المخدرات، موجود هلأ متاح فيك تشتري من بصيدليات بلا وصفات طبية، من دون وصفة طبية. شو لمحة عامة عنه؟ يعني لمحة عامة عنه إذا لأنه في ناس ربما بيقولوا لك يا ريت لو بيعمل نشوة المخدرات وما يكون مخدر، لأنه بالأخير الناس بتخاف أكيد من أي مادة مخدرة. هلا مثل ما حكينا هو ما بيحتوي على تي اتش سي اللي مسؤولة عن التأثير النفسي المخدر الموجود بالحشيش أو الماريوانا أو غيرها من الأمور. هي مادة كيميائية مستخلصة من القنب الهندي اللي بيحتوي على أكثر ربما من 200 مادة أخرى منا الكانابيديول أو السي بي دي. في بحسب مجموعة برايتفيلد لأبحاث السوق، تقدر أن تصل مبيعات مشتقات الكانابيديول لهذا العام عام 2019 إلى قرابة 6 مليار دولار، يعني ومن المتوقع أن يتضاعف هذا العدد إلى 22 مليار دولار بحلول عام 2022. طبعا سألتيني كتير أسئلة قبل فرح جاوبك عليها هلأ، أنه كيف في مطعم بنيويورك مثلا بيعمل بيقدم زيت الكانابيديول بمجموعة من كوكتيل الفواكه تحتوي على التوت وغيرها، بيحط فيها بعض النقاط من زيت الكانابيديول التي تساعد على الاسترخاء، رح نساعد نتعرف على فوائدها لاحقا أيضا، وأيضا يستخدم يضاف إلى السلطات. ولكن خلينا نقول سوق مشتقات الكانابيديول بشكل عام تستحوذ على اهتمام المستثمرين، يعني كيف في شركات مياه غازية ما رح نذكر أسماءها حتى ما يعتبر إلى ترويج تدرس عن كثب هذا السوق، ومن المتوقع أنه تصدر قريبا مشروب غازي يحتوي على مشتقات الكانابيديول اللي يساعد على الاسترخاء لاحقا. أدمى العالم هلأ بحاجة للاسترخاء. نعم. بانتظار طبعا قطرات السعادة. مين المرشحين مين اللي بيشتروا هذه المادة؟ بركي إذا بدك هون طلعي حواليك مين أكثر حدا بتحسي؟ والله اللي عايشين ببريطانيا بالذات بلندن بعتقد الكل مرشح إنه يشتري هذا الشيء. أيضا في دراسة قامت فيها مجموعة برايتفيلد ضمت 5000 مستخدم لهذه المادة وقامت فيها العام الماضي، فشافت أنه معظم الشباب بالعشرينات هن بيقبلوا على شراء هذه المادة، وايضا بالثلاثينات يقبلوا على شراء هذه الماده، بعدين شافت الخط البياني باوائل الاربعينات بيتناقص لحتى يرجع يرتفع مع كبار السن. شو يعني هذا الحديث؟ يعني مع كبار السن ترجع تزداد متاعب كبار السن من امراض الروماتيزم او روماتويد ارثرايتس وغيرها من الامور، الام المفاصل والام كبار السن بشكل عام بيرجع بيزداد عندهم. طبعا مثل ما بدنا نرجع ناكد نعيد أنه مادة السي بي دي هي لا تندرج تحت المخدرات، في حين مادة التي اتش سي الموجودة في الماريوانا والمسؤولة عن التأثير النفسي للماريوانا هي تندرج تحت المخدرات. نعم. طب شو الفوائد الصحية المثبتة إلى الآن؟ كتير حلو سؤالك، لأنه ما في كتير دراسات علمية لسه بهذا المضمار، أو خلينا نقول حجم الدراسات لا يتماشى مع الاستهلاك الكبير المتصاعد لمشتقات الكانابيديول، فخلينا نقول هي دراسات علمية مفترضة، ولكن ثبت
أنه هو له كتير دور فعال بعلاج الألام المزمنة، بعلاج الالتهابات، لذلك هو كتير مفيد لالتهابات الأمعاء وغيرها من الالتهابات. أيضا هو مفيد جدا مثل ما حكينا لعلاج الألم المزمنة، حتى في مرضى ما عاد في داعي كانت تأخذ المسكنات الألم بعد ما استخدمت مشتقات الكانابيديول أو السي بي دي. أيضا هو مفيد جدا مثل ما شفتي بالتقرير لعلاج العديد من المشاكل الجلدية من كالأكزيما كالصدفية وغيرها من الأمور، يخفف من آلام السرطانية، جيد لعلاج الأمراض العقلية والنفسية لمرض الفصام، في دراسات قريبا رح تصدر بشأن مرض باركنسون وغيرها من الأمور. سألتيني على الأشكال الصيدلانية، خلاص لازم هذا يعمموه في المؤسسات. هلا تصديقا لحديثك، هلا الـNHS أو الخدمات الوطنية البريطانية عم تدرس هذا الشيء لحتى تصير تقدمه حتى بالخدمة الوطنية، يعني بالNHS Services. نعم، إذا موجود بكل الصيدليات الطبية الصحية العام. نعم، وغيرها من الأمور، ويوجد منه كريمات وقطرات وبالأدوية وغيرها. تانيا شكرا جزيلا لك، شكرا، وبانتظار الأسبوع القادم للمقادير. شكرا. قبل الختام مشاهدينا نطلع على بعض مواضيع حلقة الغد. في شباكنا الرئيس يناقش الجدل الذي رافق حفل افتتاح بطولة غرب آسيا لكرة القدم في مدينة كربلاء العراقية بسبب عزف موسيقى النشيد الوطني من قبل عازفة لبنانية، ما اعتبرها البعض خرقا لقدسية المدينة. في شباك الثقافة نسلط الضوء على افتتاح الأردن متحفا عسكريا تحت الماء في مدينة العقبة، وهو ثالث متحف عسكري يفتتح هذا العام في البلاد. فيلم وثائقي يكشف فضيحة مدوية لشرطة الاحتلال الإسرائيلي في شباك فلسطين. ونختتم حلقتنا كالعادة والشباك السعيد الذي يأتينا اليوم من سكوبي، حيث وصلت درجة الحرارة إلى ما يقارب 40 درجة، ما دفع العاملين في حديقة الحيوانات إلى استخدام خراطيم المياه للحفاظ على برودة الفيلة. وعلى الرغم من أن الفيلين ديلا ودونجا معتادان على المناخات الحارة، إلا أنه كان من الصعب عليهما التأقلم في حديقة الحيوانات مع ارتفاع درجات الحرارة. نترككم إذن مع هذه اللقطات، ونلتقي غدا في 6 بتوقيت القدس، 3 بتوقيت غرينتش. إلى اللقاء.